السلام عليكم، صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جاتنا واحد لوكازيون انا والزوجه باش نزوروا واحد الفندق من افخم فنادق اللي جايين في الجزائر. هو فندق ماريوت اللي جاي في باب زوار ولايه الجزائر. ان شاء الله راح نجوزوا لهنايا 24 ساعه، وقلت علاش ما نشاركش معاكم كيفاش جوزت النهار ديالي في هذا الفندق. والحاجه المليحه نهار اليوم جات سواسو مع عيد ميلاد ديالي، الانيفرسير ديالي اليوم. نيميرو تاع لا شومبر هو 621. طولوا لي شويه في لا ريسبسيون، علاش؟ دومونداو ديكوراسيون تاع لا شومبر، دونك خدات شويه وقت. قالوا لي اون سيكسكوز على الروبار، هذا وين باش راح نطلع لا شومبر. وهذه الغرفه كان شابه واسعه، هاي لك لا ديكوراسيون هذيك اللي قلت لكم عليها، شابه. عندك مكتب صغير، كاوتش، ومن عندك تلفزيون، ومن هنا لا فيو من الطاقة تاع الفندق، لا فيو على المسبح. وهذه من هنا صال دو بان عليك، الدوش. سعر ليله وحده في هذا الفندق ابتداء من 2700 حوالي 130 اورو. بون ليكيب راح نتفاهموا على واحد الحاجه بالنسبه للاسعار تاع الباتا في هذا لوتيل ولا فوتيل واحد اخر، ما راحش نكذبوا على روحنا، على بالنا بلي الاسعار في الجزائر تاع الفنادق كامل غاليين. كي تحكم السعر تاع ليله في الفنادق تاع الجزائر راح تقدر تجوز لك 3 ايام ولا 4 ايام في كاش فندق في كاش بلاد. ودوك نديكم معايا الفطور الصباح ونشوفوا كامل واش عندهم. وكاين ثاني مسبح يفتح على 10 تاع الصباح يغلق على 6 تاع العشية. نزيدو منا معمرة بيبان. في هذا الفندق
كاين 3 ريستورون يعني 3 مطاعم. الاول بوفي افولونتي، تخلص 600 الف على الشخص الواحد، تدخل ترفد واش حبيت كل واش حبيت. وي لاباس بيان انتم صافا؟ كيما شفتوا كي كنت نوري لكم في هذاك المطعم تاع بوفي افولونتي، جا واحد السيد قال لي بن عماره عقلني من يوتيوب، شاف لي فيديو ديالي في يوتيوب، قال لي انا الريسبونسابل تاع المطعم الثاني، قال لي اسكو تقدر تجي تشوفوا معايا نضربوا فيزيت في مطعم جي دبليو ستيك هاوس، نروح نشوفوا هذاك المطعم تدو نظره وانتم خيروا وين تتعشاو، اسكو في هذا المطعم تاع بوفي افولونتي ولا في هذاك جي دبليو ستيك هاوس. صراحه انا خممت 600 الف الشخص الواحد، انا والزوجه مليون و200، كيما يقولوا شحال راح تاكل تما بتسقام لك مليون و200. وروماركيت باللي ما كانش حاجه فريمون سبيسيال في هذوك الطيابات اللي كانوا حاطينهم لتما. دونك حبطنا مع الريسبونسابل تاع ريستورون جي دبليو ستيك هاوس، شفنا المنيو وشفنا كامل واش عندهم. تبعوا فونداتور تاع ماريوت ديالو فوال اوكي الى 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 كري ريستورون جي دبليو ستيك هاوس سبيسياليتي فيون دروج تي لوبي، كاين اللي يحب يريح بيان سور يريح كونطوار، كاين اللي يحب مونجي في لافي شازمون اي فوالا. الله يبارك ودو صباح نجي ندوق عندك هاك شوز يا بيه ان شاء الله الله يسلمك تعيش عندك لي زونطري كامل هم لك لي بري ديالهم عندك لي سوب ولي صالاد هادو لي ستيك شغولي اي توماروك بريميوم يديروا الديكوباج هنايا داكور وعندنا لو كوم اونتري لو ستيك تارتار لو ستيك تارتار اي بريباري قدامكم هنا بون انا كومانديت الفيلي والمدام كومانديت لونتركوت هذا لان اكسيبسيونيل مولي يعطيك الصحة تعيش هادو لي صوص هادي صوص مشروم بون هذا البلا الاول وهذا البلا الدوزيام هادو ما ليغيم سوتي هذه سلطة صغيرة بون هادو ديزير framboisé. C'est à base de crème montée vanillée, coulis de framboise, une praline et pistache avec une fleur de sel et des framboises fraîches. Et là, il y a un dessert signature, cheesecake JW, cheesecake.
لانيفرسير ديالي نعطيك ليك انت واش تحبي. خيري خيري. دير شويه دار دا تشيز كيك وهذا فرامبواز تالمون شباب شغل لا تحشم تاكلو شباب شباب بزاف. دوكا لحقنا المفيد لا فاكتور واش كلينا واش كوموندينا كامل مامليك سقامت 1,000,010 راكم شفتوا شحال سقام لي العشاء عند جي دبليو ستيك هاوس. باش نقول لكم بالنسبه للماكله عندهم نقدر نقول لكم بلي بارمي لي ميور ستاك لي كليتهم في حياتي. الله يبارك بالنسبه للجوده و والبنا كما يقولوا. وبالنسبه للاسعار الناس اللي راهي تتبعني في انستغرام نورمالمون راح يفهموا واش راح نقول. من داك راني نخرج مع العائله ديالي للمطاعم هنايا في الجزائر العاصمه وراني نفيلمي الاسعار وشحال تسقام لي العشاء في بعض المطاعم. صدقوني دي فوا كاين دي ريستورون نروح عندهم ما عندهم حتى علاقه مع الماكله. كي تروح تخلص يقول لك جاتك 800,000 900,000 وانت ما كليت والو. دونك كي نكومباري الاسعار عند ستيك هاوس هذا اللي تعشينا عنده و لي ريستورون برا لي موالف نروح ليهم ونبارطاجيهم في انستغرام ديفيرونس كبيره وفرق كبير بالنسبه للسيرفيس وبالنسبه للجوده تاع الماكله. ودوكا وقت تاع لي كادو. هذه باتيسري بون تاع انيفرسال مكتوب فيها عيد مبارك تشوفوها هاي لي قلب شباب بزاف. باتيسري هذه خدمتها ديليشيس كيك يعطيك الصحة باتيسري ديالك الله يبارك. والكادو هذا يا ضرب شوف تقيلة تسمى كيفاش نحيهم بالوحدة شوف انت وشنو هذا؟ كاميرا قولي والله ولا غير سيريو 250 200 قولي والله ولا غير كاميرا نهبلكم بلي فلوج. والله الكاميرا يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة. زيد شوف شنو الداخل اوبجيكتيف اوبجيكتيف ديالها شحال 18-55 اوه يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة. وهذا واش كان ثاني؟ نزيد الحواس واش كان نزيد ثاني؟ قولي والله كارت ميموار ولا شارجور؟ شارجور نزيد ثاني والله صح دغيا منها هكذا كارت ميموار. شكون قالك بلي اكستريم برو ملاح؟ نعرف كيما انا عندي هذيك كلاسون تحلات لي علاش. وهكذا نكون لحقنا الى نهايه هذا الفلوق. ان شاء الله ما كنتش ثقيل عليكم وبارطاجيت معكم كامل التفاصيل تاع 24 ساعه اللي جوزتها في هذا الفندق. وبلا ما ننسى نشكر الزوجه ديالي اللي دارت لي كادو شباب بزاف. شريت لي كاميرا من نوع كانون 200 دي راح نهبلكم بلي فلوق ان شاء الله ما راحش نحبس كامل. هكذا ما بقى لي نقول لكم تلافي روحكم نتلاقاو فلوق واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.